لازم يشتغل مع الداعمين الاقتصاديين مع السلطه المحليه بانسباب البرموسي لاعاده تاهيل المناطق الصناعيه ديال انسباب البرموسي ولاستثمار فيها لحد الساعه 120 مليون ديال الدرهم اللي فيها واحد لاميزانيه ديال الافواري ديال الاسيسمون ديال الاخراج ديال ذلك فيعني انتهينا الشوط الاول والكبير ديال انسباب ونحن في صدد انهاء الشوط الاول والكبير ديال البرموسي ومازال الخير كذلك يعني ايمانا الجمله اللي تنطق بها السي شاكر الدارج هو ان الاستثمار كيبدا بالعقار ولكن كيبدا بالعقار انا في نظري كيبدا بالموارد البشريه لان هي اساسيه جدا ف يعني مساهمتنا في هذا الميدان هو اننا خذينا على عاتقنا واحد يعني برنامج ديال تهيئه العقار في الصناعه وهذه الخدمات هو في باب الصناعه وخصوصا ديك اللوجيستيك اليوم عندنا واحد المنطقه صناعيه صغيره وهي موجهه للقبلة الصغيره والمتوسطه والصغيره جدا البرموسي فيها 10 هكتار واللي هي واجده فيها 50 يعني هونغار 40 قطعه مجزاه اللي هي موجهه لقطاعي بالخصوص قطاع الجلد وما قطاع النسيج وعلاش لان هي متواجده في واحد المنطقه في الحي البرموسي الغلاب اللي فيها يد عامله كثيره واللي يعني هذه غتكون فرص لتشغيل تقريبا 4000 حتى 5000 من يد عامله بنفس الاتجاه يعني لنا حياة بشر من ديونا 4 هكتار من عند العمران اللي كانوا حتى هي غادي نجهزوها موجهه للمقاولة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا لأن كتعرفوا حياة بشر تعرفوا واحد يعني إسكان قوي من خلال تحولوا بدون في بوان ولا غير ذلك واللي خصهم باش يخدموا وفاش يخدموا خصهم مقاولة مقاولة صار عقار حنا دخلنا في هذا يعني هذا الشيما ديال العقار اللي هو موجه للكراء بأثمنة غير مناسبة هنا كنشوفوا السوق كنقصوا واحد على الأقل نسبة مئوية يعني يعني مهمة باش يكون هذا العقار في متناول الناس مع وزارة الصناعة التجارة تم توقيع اتفاقية مهمة جدا لتهيئة واحد العدد ديال المناطق الصناعية الأولى اللي الأسبوع الماضي عاد تم توقيع ديال باريتي بوسيسيون ديال 250 هكتار في الخضيرة يعني من قبل إحداث جديد واللي غيتم التهيئ ديالها من خلال هذه الاتفاقية، الاتفاقية غير في البداية ديالها درنا 900 مليون درهم ديال الجهة و 300 مليون درهم ديال وزارة الصناعة هذه 250 هكتار يعني غتكون تقريبا 21 كيلومتر خشب الدار البيضاء على طريق الجديدة ثم كاين منطقة صناعية أخرى ديال 75 هكتار اللي غتكون في قيطة فهي موجهة لنفس الاتجاه ثم كاين ربما كتعرفوا كاملين زنتا المنطقة اللي كانت مجهزة لوجيستيك واللي كنحاول الآن فيها شركاء اللي هما المكتب الوطني للسكك الأبدية وصندوق الإدارة التدبير ومكتب الوكالة الوطنية للموانئ واللي تقريبا فيها 400 هكتار 400 هكتار اللي غادي يتم التقسيم ديالها إلى 3 أصناف الصنف الأول هو منطقة لوجيستيك الصنف الثاني هو ميناء يابيس أورسيك والصنف الثالث منطقة صناعية منطقة صناعية للأنشطة غير الملوثة ونفيدوا على هذا نسيت ما قلتهاش لأن نحن إطار يعني نسخة شي ما غيجيو على المجموع في التريتوار ديال لا ريجيون تبين بأن نسبة التلوث عندنا في الجهة جد مرتفعة وأننا يعني بلادنا في توجيهات الملكية الإسلامية انخرطت
البرنامج ديال يعني الحد من دعم الغازات اللي بالتالي غادي يكون توجه وتشجيع كبير لكل ما يتعلق بالصناعات غير المنبتة خاصة داخل الدار البيضاء. دونك إلا حسبنا 40 وزدنا عليها 250 وزدنا عليها 70 وزدنا عليها 5 وزدنا عليها 10 قلنا زيادة على منطقة صناعية أخرى في سقط اللي فيها كذلك 52 هكتار الآن لأننا نشتغل على واحد عقاري يفوق 800 هكتار موجهة للأنشطة الصناعية. زيادة على هذا أن اتفاقية مع وزارة النقل اللوجستيك و أجنس اللوجستيك اللي فيها كذلك منطقة اللوجستيك في خيطة في في الوسط اللي فيها كذلك تقريبا 100 هكتار واللي غتتبع لها واحد الاستثمار ديال 450 مليون ديال الدرهم كبداية. دونك انا كجهة مع شركاء الجهة مع مدينة دار البيضاء كذلك في برامج ذات صبغة اقتصادية تخص بالذكر يعني منطقة اللي ما سميناه بالبلاتفورم اغرو اليمونتير اللي غادي تكون تعوض ما يسمى الان المارشي الظروف اللي غيكون واحد المجموعه ديال الانشطه اللي تتعلق بكل ما هو يعني غذائي من الماده الاولى حتى بدايه التحويل ديال هذه المواد اللي غيكون في يعني عملات برشي وبالضبط قريب كذلك بين واحد السؤال واخيرا. كما نشتغل مع مدينة مع يعني جماعة سطة البيضاء على ترحيل ديال يعني دار عمر كزون لوجيستيك قالوا شنو لهم دار عمر ما يموتش الأنشطة ديال دار عمر ستتغير ولكن ما هو الآن يجيب كنيوات ويوقفوا يعني واحد الضوضاء اللي كتكون حول دار عمر وفي وسط دار البيضاء سيتم ترحيلها الى مديونه في منطقه يعني لوجستيكيه اللي هي تقريبا حتى هي فيها شي 15 الى 25 فرصه. زياده على هذا نشتغل كجهه ونحن بصدد اقتناء عقار في الوسط اللي هو موجه لفضاء ديال المعارض وكذلك المعتبرات ان اسباس دو ديكسبوزيسيون اي دو كونفرنس دو لوب دو سان سون تين هكتار ان لو فونسي اي لوكاليزي اي تابع مع كذلك دومين مع السلطات في اقتناء هذا العقار وتجهيزو هذا الصرف. المشاريع كثيره وكثيره جدا سنكونوا في الموعد جميعا. هنا الدور ديالنا هو اننا نسهلوا الاستثمار سهلوا نحن لسنا مستثمرين نهائيين نحن مستثمرين يعني مرحليين انترميديير دانفستيسمون كيلكو بار وفاسيليتي لانفستيسمون ديال القطاع الخاص باش نكونوا في هذا الموعد ديال 2030 وقبل 2030 بالنسبه لواحد العدد ديال المشاريع ان شاء الله. والمعول معول عليكم تكلم ان سي محمد الجمعية ديالو تشكل راهي نموذج يجب أن نقتدي به بالنسبة لهذه المناطق الصناعية اللي غادا تجي وحتى اللي موجودة يكون هذا التنظيم يكون هذا التشاور يكون هذا التشاور اللي غادي يسمح أننا نظهروا من جودة الخدمات اللي كتكون في هذه المناطق الصناعية ونظهروا كذلك من المنتوجية ديالها ونركزوا على العنصر البشري لان العنصر البشري هو منبع القيمه واتمنى لكم النجاح والتوفيق في مهامكم وشكرا.